ولا غير ماما انا ولفت نطلع عليكم ولفت نهضر معاكم سوفون ماشي دائما مي سي نكون معاكم مامي لما كنت هنا نكون في السناب يا عمري صافي بليزير سو كيوت بيان ان شاء الله بك تلقى لا برودكسيون تلقى الانتاج اللي نتجهوا لك كيما راك حاب ان شاء الله امين يا ربي ويحققكم يحقق لكم نتوما تاني كامل واش تحبوا كامل واش راكم متمنين بصح انا كي تقولي هكا راكم تحملوني مسؤوليه كبيره بزاف وكان كي تقول لا ريجو صامت بلا بيكس مشي اوبليجي كل يوم بين كلش ما نطلع عليكم معليش ماشي خساره نطلي لو كان هكا الكون طلع خفيفه معليش ياك صعيب شيء والله شوفي انا ما عنديش بزاف مع النصائح باسكو سهل تنصحي انسان بصح صعيب يطبق واش ديري باسكو كل واحد وحالته كل واحد وظروفه كل واحد ما يقدر يعرف واش عند الاخر مين نقدر نقول لك في الدنيا هذه ما كان والو وما كان حتى حاجه تستاهل تكتئبي عليها سي فري حنا كي نكونوا فيها ننساو كلش وننسى كاع هاد الهضره باسكو صعيب الشيء كيما قلت لك مي نقول لك حاجه بوكسي ديري حاجه جديده في حياتك سي تعلمي حاجه جديده سي تعلمي مهاره جديده هي رايحه تعاونك بزاف باش تخرجك من هذيك الحاله والله انا نقول لك حاجه واحده برك على بالي بلي سي با فاسيل واش راكي تقولي ما ربي ما في غير الخير وما تقطعيش الامل وما تفقديش ما تقطعيش الياس وما تفقديش الامل وسعي ابقاي سعي معليش ما تقطعيش رحمه ربي ابقاي سعي وتبعي احساسك وش يقول لك هذا واش نقدر نقول لك باسكو ما على باليش واش عندك ما على باليش واش كاين مين هذا واش نقدر نقول لك تبعي احساسك وان شاء الله يا ربي يفرج على كل واحد الحب ماشي جميل الدراهم جميلين وي واحد ما قال العكس دراهم جميلين بيان سور وبلا دراهم تقدري ديري والو مي ماشي هما كلش والله ما هما كلش هما حاجه كبيره هما نسبه كبيره من حياتنا بيان سور بلا بهم ما ديري والو بصح كاين حوايج بزاف تقدريش تشريهم بالدراهم ويكونوا عندك مال الدنيا حتى لو يكون ما نقدرش نعرف دوكا يعني ما كاش حاجه بوكا باينه باسكو كنت تعرفوا حنايا المشاريع والخدمات تبان غير في رمضان تسمى تبان غير قبل رمضان باش يبداو يبانوا الامور هادو تاع المشاريع وتاع الاعمال دونك ما نقدرش نعرف الله يا ربي ربي يفرج على كل واحد واني نشوف بزاف ناس راهم يبعثوا لي نفس تقريبا نفس الحاجات نفس المشاكل نفس ربي يهديهم ربي يهدي الناس هادو اللي راهم يهديو في الناس مع اني نشك اني ربي يهدي ناس كيما هادو خطر يقول لك الله يهدي من يشاء كي تكون انت حاب تتهدى ربي يهديك مي الناس اللي ما يخافوش ربي ربي ما يشوفش اصلا فيهم مي بون الحل انه نتوما تردوا بالكم ونتوما تحافظوا على ارواحكم هذا واش نقدر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذه حاجه مليحه ماما تفرحوا مش تزحفوا يمدلك طاقه ايجابيه بيان سور يمدلك طاقه ايجابيه سخانه اللي يمدلك طاقه ايجابيه مسخانه تمدلك غير الغمه والعرق والسيق بروفيتو احنا اصلا ما بقاتش كاينه الشتاء والبرد بزاف في الجزائر ديجا شفتو الشتاء كيفاش تجوز ما كاش كاع البرد وحشنا نلبسو مليح ونديرو البولي ونديرو لي غون ونموتو بالبرد كاش دوك يجي الصيف يكره لكم حياتكم دوك غير بروفيتو بون حبيت بك نفهمكم واحد الحاجه دوكا انايا كي تشوفوني شاك فوا نجي لدبي
ما لازمش تكون كاينه سبه زعما واضحه باينه، باسكو كيما على بالكم عندي الاقامه، والاقامه الذهبيه ولا اي اقامه يعطيها لك اي بلد ما لازمش تبقاي اكثر من 6 شهور برا هذيك البلد والا ينحوها لك. دونك لازم قبل ما يخلصوا 6 شهور نوليو انايا من اكتوبر ما دخلتش معاك معاك، تحكمتني الخدمه تما مع الفوازير استوديو التصوير وكامل ورمضان ايتو، دونك ما والتصوير تاني تاع المسلسل، دونك ما عاودش وليت. دونك لازم نجي تقترح، لازم نجي، مش لازم يكون كاين سبب، مي ان شاء الله يكونوا كاين امور. اوكي ماشي مشكل، مع اني انا ما عنديش بزاف روتين دائم، يعني نحاول باش يكون عندي روتين، بس انا مانيش بزاف مهووسه بالمنتجات وبالتطلاس بزاف، ما عنديش مي واش ندير. يعني مؤخرا اللي ولي زعما شويه نهتم، مين ندير لكم ماشي مشكل، نوري لكم واش ندير. عجبتني هادي، انتوما تاني ما تامنوش شحال نحبكم وشحال يفرحني كلامكم، ان شاء الله يا ربي كل دعوه لي يا ربي يعطيكم منها اضعاف الاضعاف الاضعاف يا ربي امين. شوفوا مادام فتحتوا لي هذا الموضوع ما دبي نهضر فيه، حبيت نقولكم برك نفهمكم انه في الجزائر ما عندناش بزاف خيارات، ما انا با بوكو دو شوا. دونك كي يجيك عامل تلقى بالك الدور الشباب اللي فيه للاسف هو دور مركب او دور شر. دونك انا نفضل اني نقوم بدور الشباب ويكون شر خير من ندير دور ممل ما عنده حتى معنى ويكون ما ياثرش، فهمتوني؟ منا وجاي باي اكزومبل الا شفتوني ما تواجدش في الدراما ما تلومونيش، باسكو هذاك واش كاين، فهمتوا؟ دونك يا تخيري يا تقبلي، باسكو ما عندناش بزاف تاني عروض، حنا الاعمال تاعنا تعد على الاصابع. دونك من هذوك الاعمال كاع الا جاك عامل ولا عملين راكي طوب تاع طوب تاع طوب، راكي نجبت النجوم. دونك نكمل الفكره مع تعليق واحد اخر، باسكو هذول تقريبا على نفس الموضوع. دونك كما قلت لكم ما عندناش هذيك لوبسيون او فكره الاختيار، ما عندناش اختيار. احنا كي عيط لك يقول لك انا مرشحينك للدور الفلاني، ولا الا كان فريمون زعما شغل يعرفك مليح ولا خدم معاك بزاف ولا بالك يقول لك اقرا السيناريو قولي واش عجبك، بصح هذه ما تكونش بزاف. دونك بتخيلوش انه حنا نبقاو هكا نختاروا لا عجبني هذاك، لا ندير الاخر، لا ندير هذاك، لا ندير هذاك، ما عندناش هاد لوبسيون، ما عندناش. انا ماشي مع فكره الانتقام وما شجعش عليه، وبالله راك حابه فريمون تنتقمي بطريقه كلاس، تنتقمي في روحك انتي، اتطوري نجحي، ديري حاجة اللي تعليك اللي تخليك الفوق، فهمتي؟ شغل استثمري في نفسك، هذا هو الانتقام الحقيقي، انك تهتمي بنفسك بصحتك بجمالك بلاطي تاعك، ديري سبوري لما كيش ديري، كولي صحي، هاد الامور قاع يبانوا في وجهك حلاي. الى ما باليش انا الى ماشي خدامه خدمي، الى عندك كاش هوايه ديريها، الى عندك كاش حلم حققيه، مهم انتقمي بنفسك. كيفاش شتها انا شخصيه ما كانتش فريمون كامله كيما درناها ولا كيما قريتها في السيناريو، باسكو في السيناريو كان كاين بزاف مشاهد اللي ما نداروش باردون، باسكو لحقوا الرطار ولحق بهم رمضان وكان عندهم الرطار بزاف، دونك كاين بزاف مشاهد حذفوهم، من بينهم مشاهد تاع الشخصيه اللي قدمتها انايا، دونك ما نقدرش نقيمها باسكو ما كانتش كيما في السيناريو، فهمتوا؟ تبدلوا بزاف امور، السيناريو الثاني تبدل ما كانش كيما
اخراجه ما كانش نفسه في كيفاش كي ما كان مكتوب. فمزيج جدو تعرفوني بلي انا خاطيني هاد الصوالح وكي بقلت لكم نطلع للمريخ ونصور شقسي وبلا غير جبتيها. مي بون على جالكم نولي نصور ماشي مشكل ماشي مشكل. لا لا ماشي برك هكاك. بروميرمون انا ما ماشي مانيش مخلوعه. دوزيامون نحب نعيش اللحظه ونحب الحاجه اللي كنشوفها يشوفوها عينيا ما بقاش لا غير بالتصوير وكامل فهمتوا. مي على جالكم ندير ايفور معليش ما غلطتيش صح عباره عن كاريزما وموهبه واجتهاد وخدمه وتواضع وانسانيه وقلب طيب ونظافه من داخل برا ثاني دونك هذه سبادوني ا تو الموند تتخن ارتيست. كلمة أختيست ما لا تطبق على أي واحد في المجال في زوج كيف كيف. ما كانش ما كان حتى حاجة يعني لدو تقرايهم وكي تطلعي لافاكت تخيري والاختيارات تعادوك هما هادوك. ما كانش حاجة ما با ديفيرانس. قراي واش تحبي وخلاص. إلا تحبي لي لونغ قراي لي لونغ. إلا تحبي فلسفة قراي فلسفة. باسكو في لافاك هما الحين يقترحوا عليكم نفس الاختيارات. عجبتني بوبيه اش عندي ما سمعتهاش زعما بوبيه فهمتو بوبيه بوبيه وبوبي ديش في هذيك اللي جا عندي الحفله تاع ابن خلدون وعطاني هذاك الاخر الاحمر بون احمر ديولي تزيش البوبيا بطيشيش البوبيا ايه البوبيا شحال شبيب شحال كيوت. نفرح انا يكونوا هكا بوبيات صغار يحبوني نفرح بهم كتر ما نفرح بكم نتوما الكبار عبالكم انا نضحك. الحراس ضربة واحدة وعلاها السلطانة عاشورة العاشرة انايا نخرج وحدي عشان انتي الحراس عمليك اخت كوخ. نحب الناس انا يا نحب الناس. نحب الناس يجوا عندي نحب يجوا يسلموا عليا نحب يجوا يهضروا معايا نحب يتقربوا مني. كيفاش هذا ندير لهم حراس بابا هاك تاعي ديتو 14 هي تخيل تقريب 14 نقول 14 خلوني نقول 14 13 75 خلاص 14 14. والله أشوف أنا نكره النصيحة نكره ننصح نكره نبقى ننصح في الناس وديروا وعملوا بس كل واحد وظروفه كل واحد وحياته كل واحد ولونتوغاج تاعه. اخويا سعى سعى الا ما عندكش ديبلوم دير دي ديبلوم شوف الحاجه اللي تقدر تلقى فيها الخدمه فاسيلمون ديرها. الا عندك ديبلوم ولا عندك اش حاجه اسعى حوس ما على باليش انا شت في ربي وما تيأسش وما تقطعش ما تقطعش لا الامل. ويلا راك عندك ايدي في راسك وراك شايف بلي راح تخرجك ديرها شغل استغل كاع الفرص واصدم اصدم اصدم مادام ما راكش دير في حاجه ماشي مليحه اصدم اي حاجه تجيك في راسك سي ديرها ما تعرفش كاع كيف وين تصدق لك سي نورمال انا اللي غنيتهم ما بعتوش واحد اخر في بلاصتي استوديو غنيتهم ياك سي مو انا غنيتهم دونك علاش نثبت انا غنيتهم باسكو نتوما طلبتوهم مني ماشي باش نثبت بس كل إثبات راهو اللي كاين راهو باين. كمينيوم إن شاء الله يا ربي كل واحد متمني حاجة ولا متمني إنسان ولا حاب يتوفق في حياته مع شخص لك شئ وشايف بلي تكون الإنسان اللي يليق يكمل مع حياته ربي إن شاء الله يكتبه له في الخير يا ربي. وشنو ابقاي توجور دعي ربي دعي ربي باسكو ما تقدريش كتعرفي الخير وين فهمتي
دونك كل حاجه لازم نستخيروا ربي فيها ونقولوا يا ربي لا فيها الخير قربها ولا فيها الشر بعدها. باسكو دي فوا يكونوا ناس ولا يكونوا حوايج حنا شايفينهم ملاح لينا بصح هما بالك ماشي ملاح لينا. دونك دائما ادعي ربي وخلي ربي هو اللي يختار لك. ان شاء الله يا ربي يختار لك اللي راكي حاباته. امين يا ربي. يا مامي يا عمري راني مليحه راني مليحه دوكا ما تبكيش يا عمري صافي بليزير تحبوني ندير نحبكم.